فلا إلى دار البقاء. اللهم ارحمه وعافيه واعف عنه وأكرم نزله، اللهم أكرم ضيافته، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم ثبته بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. أحبابي الكرام، موضوع هذه الكلمة المتواضعة هو مقارنة بين نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار. عندنا مقارنة بين نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار، والقرآن الكريم كيتكلم على النعيم ديال أهل الجنة في المقابل تيقارن بينه وبين عذاب أهل النار، واحد العداد ديال الآيات في القرآن الكريم. قال الله عز وجل عن نعيم المؤمنين السعداء: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك. لا يذوقون فيها الموت، ما معنى فيها الموت؟ أي في الجنة لا موت فيها ولا مرض فيها ولا شيخوخة فيها ولا بؤس فيها. الجنة ما فيها موت، خلود يا أهل الجنة، خلود فلا موت، ما بقاش تما الموت، الموت كاين هنا. الله تعالى يقول لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، هذه الموتة هذه اللي كنموتوا نيت هنا، إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة، هو ملك وكينادي: يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، ما فيها موت. يا أهل الجنة إن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، يعني في الجنة شباب على طول الخط، شباب ما فيها شيخوخة، ما فيها شيب، ما فيها عيا، ما فيها أفيش. يا أهل الجنة إن لكم أن تشبوا، كيبقوا شباب دائما أبدا، فلا تهرموا أبدا. يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا، صحة ديما أكيد، لا مرض ولا قلق. إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، والسقم هو المرض. يا أهل الجنة إن لكم أن تنعموا تنعم فلا تبأسوا أبدا. وقال جل جلاله عن أهل الشقاء وأهل التعاسة وأهل النار: الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. لا يموت فيستريح من عذاب الله، ولا هو يحيا فيتنعم، لا، فالمؤمن لا يموت إلا موتة واحدة ثم يحيا بعدها ويتنعم في الجنة. أما الشقي لا يموت في النار ولا يحيا، لا هو يموت فيستريح ولا هو يحيا فيتنعم، لا،
وانظروا إلى هذه المقارنة بين أهل الجنة وأهل النار. وقال تعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. شوفوا هذه المقارنة بين أهل الجنة وبين أهل النار. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. ما معنى وفدا؟ أي راكبين. ملي كيخرجوا من قبورهم ما كيمشيوش على رجليهم، لا، المتقون لا يمشون على أرجلهم يوم القيامة، لا، غير لما كيخرجوا من قبورهم يوم القيامة كيلقاو النوق. كتعرفوا النوق؟ كنقولوا الجمال، ولا كنقولوا الإبل، ولا كنقولوا النياق، بحال بحال، هي الجمال. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا أي راكبين على نوق الجنة وعليها رخائم الذهب. يا سلام على منظر، هذا منظر خلاب، منظر رائع. يعني المتقون راكبين على نوق الجنة وهذه النوق عليها رخائم الذهب، مذهبة فيها الذهب، وغادين جماعات جماعات ووفود وفود غادية إلى الرحمن. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. اش قال الله تعالى؟ هم المتقين غادين على النوق ديال الجنة عليها رخائم الذهب وغادين إلى الرحمن إلى الجنة غادين. وتتلقاهم الملائكة، تتلقاهم الملائكة: هذا يومكم، هذا يومكم الذي كنتم توعدون، هذا يومكم. تتلقاهم الملائكة بالحفاوة بالفرح بالسرور بالبهجة. قال سبحانه: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. زمرا أي جماعة وراها جماعة، جماعة وراها جماعة، غادي جماعات جماعات. حتى إذا جاءوها يعني الجنة وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها أي الملائكة: سلام عليكم طيبتم فادخلوها خالدين. لما كيدخلوا لها ويشدوا الأماكن ديالهم والمنازل ديالهم وقالوا: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وقال تعالى في الأشقياء: ونعوذ بالله منهم ومن طريقهم ومن أفعالهم ونسوق المجرمين إلى جهنم إيش ويردا. نسوق المجرمين، هؤلاء المجرمون يساقون كما تساق البهائم بالضبط. كتلقى داك اللي كيسرح الجمال ولا كيسرح البقر ولا كيسرح المعز ولا كيسرح الغنم على حساب، كيكون عنده واحد العصا في يديه واحد العمود في يديه، هي قال لي يديرها كلها تيضربوا. كذلك الكفار والمجرمون والتعساء والأشقياء يساقون إلى النار كما تساق البهائم بالضرب وبالدفع وبالتعنيف أحيانا. قال سبحانه: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا ويساقون إلى النار هكذا كما تساق البهائم ويدفعون بعنف وشدة. إيش قال الله تعالى؟ يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. هذه النار التي كنتم بها إيش تكذبون،
لا ما فيش راك في الدنيا انا لا ما فيه لا نار لا اخره اخليونا من داكشي نخليكم داكشي غنخليوك الحبيب سير حتى وجي حتى تجي النوبه ديالك سير سير الله يعاونك سير حتى تجي النوبه ديالك هذه النار التي كنتم بها تكذبون اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء عليكم اصبروا ولا تقلقوا ولا اللي بغيتوا راكم فيها مولاي ادخليها الشريف دخل دخل اسكت اسكت دخل اسكت فاصبروا او لا تصبروا سواء عليكم انما تجزون ما كنتم تعملون ماشي غير هادشي عندهم عذاب حسي يوم يدعون الى جهنم الى نار جهنم دعاء حسي وهناك عذاب نفسي تأنيبي كيبخوهم الملائكه مثلا قال سبحانه وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها اش قالهم خزانتها الم ياتيكم رسول هذا تأنيب هذا تقريع الم ياتيكم رسول عرفت واحد التأنيب كيأنبوهم واحد التأنيب واحد التعذيب نفسي خطير الم ياتيكم رسول مالكم جيتوا لنا الم ياتيكم رسول منكم يتلون عليكم ايات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا فين كنتوا وكيأنبوهم وكيوبخوهم عادي يدخلوا لي هذا الدخل ها هما كاين تعذيب حسي وتعذيب نفسي عادي يدخلوا الزوبيا للنار مازال الم ياتيكم رسل منكم يتلون عليكم ايات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى عاد اعترفوا الشميت عاد اعترفوا الخطيات عاد اعترفوا في واحد لقيته اللي ما غاديش ينفع فيها الاعتراف ما ينفعش هذوك الشميت عاد اعترفوا ايوا اعترف دابا احسن ليك يمكن احسن ليك تعترف دابا وتستقم دابا وتتوب لله دابا ينفعك اما حتى تمشي ليه وغاتعترف ولكن ما ينفعش الاعتراف قالوا بلى ولكن حقت كلمه العذاب عاد الكافرين قيل ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فبئس مثل المتكبرين انظروا بارك الله فيكم الى هذه المقارنه في القران الكريم بين المؤمنين السعداء وبين العصاة والمجرمين الاشقياء اذا احبابي الكرام نسأل الله لأخينا أن يرحمه اللهم ثبته بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة اللهم ارحمه في هذه الساعة وفي كل ساعة إلى قيام الساعة وارحم أموات المسلمين جميعا وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه الأبناء ديالو والأصدقاء ديالو والعائلة ديالو الله يبتل المحبة ديالو بمحبة الله ورسوله وإنا لله وإنا إليه راجعون هذا المجمع المبارك الله يجعل هذه الخطوات لله والصلاة لله والدعاء لله يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين